السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع بعض مع موضوع الستاب ديزاين والسيرفي ميثودولوجي، والفيديو بتاع النهاردة يعتبر أهم فيديو في البراكتيكال وورك، في الشغل العملي اللي احنا هنشتغله اكشوالي في السيرفي. ازاي هنعمل كونستراكشن للسيرفي، ازاي هنجمع المعلومات. محاضرة النهاردة هتقرب لك الصورة أكتر بكتير. خلاص أنت بعد محاضرة النهاردة أو بعد الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله أنت جاهز إنك تبدأ براكتيكالي تشتغل، تعمل ديزاين للسيرفي بتاعك، تبتدي تشوف البوبيوليشن بتاعتك، تبتدي تشتغل عليها. ففيديو مهم جدا، أرجو إن أنت تركز وتهتم بكل كلمة هقولها في الفيديو بتاع النهاردة. قبل ما أدخل في التفاصيل بتاعت الفيديو، ف يعني as a matter of يعني homogeneity عشان تبقى الناس كلها زي بعضها، في ملف وورد انا هرفعه. ملف الوورد ده مطلوب من واحد من كل جروب ان هو يكمله، تمام؟ يعني في واحد من كل جروب، يعني الحد اللي هو الليدر او الكوميونيكيتنج بتاعهم، اكتر واحد يعني مهتم بالموضوع واكتر واحد كوميونيكيتنج. طبعا انا ان شاء الله انا متأكد ان كلنا مهتمين بالموضوع بنفس النسبة، لكن يعني بيبقى في حد كوميونيكيتنج اكتر. طيب، هياخد الملف بتاع الوورد ده وهيبتدي يكمل البيانات دي. اول حاجة طبعا الملف نفسه هيعمل له رينيم، يعني هيسميه ويسميه باسم التايتل بتاعهم او اسم التايتل بتاع البحث اللي احنا شغالين عليه. اول حاجة النمبر هتدي له الرقم اللي على البوست الثابت. انت كل تايتل ليه رقم على البوست الثابت، 1 2 3 4 وهكذا، هتكتب هنا النمبر بتاع البحث بتاعك. رقم 2 هتكتب التايتل بتاعه زي ما اتفقنا عليه. رقم 3 السوبرفايزر، ده اللي هو لحد دلوقتي انا. الريسيرشرز هنكتب هنا اسامي، مثلا انت واحد او اتنين او تلاتة، هتكتب اسامي الريسيرشرز المشتركين في البحث. هنعمل واتساب جروب، دي فكرة في اكتر حد من زمايلكم عملوها، فكرة ظريفة. بنجمع بعض، احنا مثلا احنا تلاتة ريسيرشرز وبتضيفوني معاكم في الجروب، وبيبقى كلنا على جروب واتساب واحد، بنبتدي نتناقش في الديتيلز بتاعت السيرفي الخاص بالتايتل ده. يعني طبعا الكلام اللي انا بتكلمه على جروب الفيسبوك كلام عام خاص باي نوع من انواع السيرفي، خاص بالناس كلها، لكن على جروب الواتساب هنبتدي نتكلم بقى سبيسيفيكالي على الريسيرش بتاعنا، ايه اللي ممكن نعمله، إيه امثله للكويتشنز اللي ممكن نشتغل عليها، نبتدي نتفق على فورم معينه وطريقه وهكذا. اوكي، حد لقى سيميلر ستاتس بيشيرها، حد لقى فيديو، حد لقى معلومه جميله ممكن تبقى مناسبه، يعني اي حاجه ممكن نوصل لها بنشيرها على الجروب الخاص بالواتساب الخاص بالجروب ده بس. يعني الجروب ده هيبقى ماكسيمم عليه اربعه، اللي هو مثلا انا والثلاثه ريسيرشرز اللي هم في التيم بتاعه. اوكي، طيب، من ضمن المعلومات المهمه جدا انك تقول لي تايم تو ستارت، امتى هيبقى التيم جاهز ان هو يبدا شغل. اوكي، انا عارف ان احنا في وقت امتحانات وعارف ان الدنيا مزنوقه شويه، ف امتى هيبقى الناس كلها افيلابل انها تشتغل؟ لان طبعا احنا جامعات مختلفه وبروجرامز مختلفه، فمش كلنا هنبدا مع بعض، لكن انت تقول لي التيم بتاعي هيبقى جاهز يشتغل من يوم كذا، تمام؟ حتى لو في اختلافات داخل التيم، لكن تقول لي من يوم كذا هيبقى كلنا افيلابل ان احنا نبدا نشتغل. طيب، هتقول برضو في الجدول ده هتقول التارجت بوبيوليشن بتاعتك. احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع التارجت بوبيوليشن، هنوضحها النهارده اكتر. هنعرف مين هم البوبيوليشن اللي انت ناوي تشتغل عليهم، هل يونيفرسيتي ستودنت، هل مثلا ادلت، هل هم فيميلز اونلي، هل هم مثلا فارماسي ستودنت بس، هل هم فارماسي بوست جرادويتس بس، يعني على حسب البوبيوليشن بتاعتك. طيب، في بعض الناس اختارت انها تشتغل على بيشنت. اوكي، والناس اللي هتشتغل على بيشنت او هتشتغل داخل مستشفى لازم هيجيبوا حاجه اسمها ايثيكال ابروفال او اي ار بي او انستتيوشنال ريفيو بورد، صيغه معينه الناس بس اللي عندها اللي هتشتغل على بيشنت بس هم اللي هيعملوا الموضوع ده. اوكي، اللي هيشتغل على بيشنت او لازم يشتغل داخل مستشفى لازم يحصل على حاجه اسمها موافقه. اوكي، هيكلمني وانا هديله الصيغه بتاعه الموافقه دي، وهو يعني هيمضي عليها مثلا مدير المستشفى او وكيل المستشفى او وات ايفر، من باب الموافقه ان احنا هنشتغل مع الناس او نسال الناس اسئله وهكذا. اوكي، دي حاجه ضروريه بس للناس اللي هتشتغل على بيشنت. اللي هيشتغل على زمايله في الكليه او اللي هيشتغل على جروبس او اونلاين او كده، ده مش محتاج طبعا ايثيكال ابروف. طيب، هتقول لي بعض الاكزامبلز الكويتشنز. انا عارف ان انت ممكن ما يكونش الموضوع مختمر بالكامل في دماغك، لكن اتليست لو انت قريت عنه شويه، بالاضافه للفكره، بالاضافه لشويه برين ستورمنج مع زمايلك،
ممكن تحط لي هنا اكزامبلز الخمسه سته اسئله انت ناوي تسال الناس على ايه، البوبيوليشن اللي انت هتشتغل عليهم دول ناوي تسال على ايه، وايه الاوتكمز اللي انت عايز تجمعها. طيب برضو في اللينك الاخير ده او في الفراغ الاخير في الجدول هنحط اللينك لسيميلار ستادز. هتعمل سيرش على جوجل سكولرز، هتعمل سيرش على باب ميد، وتشوف ايه هي السيميلار ستادز. بس عايز حاجه سيميلار، يعني مش عايز حاجه قريبه، لا ده انا عايز حاجه تكون يعني خلاص حد اشتغل برضو على اندر جرادويتس، حد اشتغل على بنفس الكويشنير، حد تايتل مقارب تماما، يعني عايز حاجات تكون سيميلار اربعه او خمسه ستادز. ويا سلام لو كانت في الميدل ايست ريجون، يعني حد عمل دراسه مشابهه في مصر، حد عمل دراسه مشابهه في الاردن، حد عمل دراسه مشابهه في السعوديه او في الامارات وهكذا. وهتلاقي اكيد 100% كل التايتلز اللي احنا شغالين عليها في ليها سيميلار ستادز كتير على مستوى العالم. وانا دايما اي تايتل قبل ما كنت بتفق معاكم عليه كنت بدخل اعمل شويه سيرش واشوف الناس بره بتفكر ازاي. اوكي، فتشوف حاجات سيميلار ستادز اتعملت وتحط اللينكات بتاعتها بحيث انها برضو تبقى جايد لينا نشوف الناس قبل كده فكرت ازاي، عملوا ايه، ممكن ناخد كلمه من هنا او كلمه من هنا، يعني نحاول ان احنا برضو نعمل حاجه. يعني طبعا احنا هنعمل حاجه نوفل، حاجه مختلفه او حاجه جديده بطبيعه الحال، احنا بنشتغل على بوبيوليشن مختلفه، لكن برضو احنا كده كده هنبني على البريفيوس ستادز او هنبني على ما توصل اليه البريفيوس ريسيرشرز. اوكي، فملف الوورد ده انا هرفعه، الناس تكمله، تعمل جروب الواتساب الخاص بمجموعه الريسيرشرز ويضيفوني عليها، وعشان نبدأ الشغل بتاعنا، لأن إن شاء الله بنهاية هذا الفيديو هنبقى احنا المفروض يعني نقدر نشتغل. الناس اللي وقت امتحاناتهم هيخلص، اوكي، هيبقى كيبابل ان هو يبدأ الشغل بتاعه مباشرة. اوكي، طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا وتعالوا نتكلم على السيرفي ميثودولوجي بمنتهى البساطة. علشان اشرح لك سيرفي ميثودولوجي ما ينفعش ادخل فيها مباشره، لازم افهمك الاول عنوان كبير قوي قوي اسمه ستادي ديزاين. العنوان ده ممكن نقعد نتكلم فيه اسبوع، ممكن نعمل محاضرات كبيره نتكلم في الستادي ديزاين ونتكلم في كل تايب من ستادز ونتكلم في السب تايبس بتاعته والموضوع ماشي ازاي. انا بسطت الموضوع جدا جدا وهقول لك على خمس ست معلومات اللي احنا بس عايزين نعرفهم، وبعد كده هدخل على السيرفي وادخل اتكلم فيه باستفاضه. اوكي، لكن ركز معايا في ايه اللي انت مطلوب منك انك تعرفه كبيزكس او اسينشالز عن الاستادي ديزاين. تمام، طيب الاستادي ديزاين زي ما انت شايف كده انا مقسمه، او طبعا دي تقسيمه عالميه متفق عليها، لاوبزرفيشنال او اناليتيكال واكسبيرمنتال استادي ديزاين. طيب في عندنا ثلاثه، طبعا ممكن يكون في اكتر من كده لكن انا زي ما فهمتك ان انا مبسط الموضوع خالص، في عندنا ثلاثه ديزاينز للاوبزرفيشنال ترايلز او الاوبزرفيشنال ستادي ديزاين: الكيس كنترول ستاديز، كروس سيكشنال ستاديز، والكوهورت ستاديز. وفي عندنا واحد اكسبيرمنتال مشهور جدا اسمه الار سي تي او الراندمايزد كنترولد ترايلز. تمام، ايه الفرق ما بينهم كلهم؟ طيب الفرق ما بينهم كلهم علشان نفهمه انا هدي لك مثال واحد وهثبت عليه كل اشكال الاستادي ديزاين، يعني هدي مثال واحد ونفس المثال ده هعمل عليه اكتر من استادي ديزاين عشان تفهم الموضوع. خلينا نخترع مثال، يعني خلينا نقول مثال خيالي كده من وحي الخيال. لو افترضنا ان في سام ريبورتس وفي بدأت تظهر بعض الحالات ان اللازكس بيسبب بليدنج مثلا، يعني احنا مثال كده مثال خيالي افترضناه، بعض الناس بدا يطلع فيه ريبورتس يا جماعه ممكن يكون اللازكس بيسبب بليدنج. قيس على كده اي حاجه، يعني احنا ده مثال بس مش اكتر. طيب عايزين نعمل لارجر ستادز علشان تو كونفيرم هذه المعلومه، نتاكد ان فعلا اللازكس بيسبب بليدنج. مش يمكن الراجل اللي خد لازكس وعمل له بليدنج ده كان واخد اوفر دوز من وارفرين، او كان واخد اوفر دوز من حاجه تانية وما كانتش ريبورتد، او ما حدش ساله عليها، وات ايفر، يعني ما احناش عارفين. طيب اول استادي ديزاين اسمه الكيس كنترول استادي، وهذا الاستادي ديزاين بينظر في الماضي،
يعني ايه بينظر في الماضي. يعني حضرتك كده هتاخد بعضك وتروح على المستشفى العام او المستشفى الجامعي او القصر العيني، تقول لهم سلام عليكم، لو سمحت انا عايز الريكوردز اللي هي ملفات المرضى في خلال مثلا ال5 سنين اللي فاتوا اللي كانوا بياخدوا لازكس. اوكي، وتبتدي تعمل سكريننج في الفايلز بتاعت البيشنت وتشوف مين فيهم كان بياخد لازكس واشتكى من ايه، واشتكى من بليدنج. طيب طبعا الموضوع ده انت لو تخيلته معايا في شكل ورقي او في شكل دفاتر او ملفات بيبقى صعب شويه، لكن في اوروبا وفي امريكا وفي مستشفيات الدنيا كلها الموضوع ده ممكن يتم في 10 دقائق، لان الموضوع كل الملفات دي كمبيوترايزد. ممكن بمنتهى البساطه يعمل سيرش يشوف مين الناس اللي كانت بتاخد لازكس، فهيطلع له مثلا 5000 نتيجه. اوكي، 5000 نتيجه او 5000 ريزلت دول هيعمل منهم مثلا فلتريشن، يشوف مين فيهم جاله بليدنج، يطلع له مثلا ايه 500 حاله، يبتدي بقى يشوف ال 500 حاله دول مين كان بياخد اسبرين، مين كان بياخد وارفرين، وهكذا. الموضوع ده يتم في 10 دقائق. طيب النتائج اللي انا وصلت لها من الكيس كنترول ستادي، هل النتائج دي موثوق فيها بنسبه 100%؟ لا، مش وارد كان في حد خد بياخد اوفر دوز من وارفرين مثلا وما قالش، مش وارد كان في حد بياخد انزيم انهبيتور مع اللازكس وقال او ما قالش، او ما حدش خد منه ميديكيشن هيستوري. تمام، مش وارد يكون الراجل اللي بياخد لازكس وعنده بليدنج ده كان عنده ليفر ديزيز، والمشكله مش في اللازكس، المشكله كانت في الليفر انها مش بتصنع الكلوتنج فاكتورز. اوكي، يبقى المشكله عندي في الكيس كنترول ستادز ان بنسمي ان فيها واتس كولد ريكول بايس، لان انا بسترجع معلومات من الماضي، فالمعلومات اللي من الماضي دي انا اي ام نوت شور، انا مش عايش في الماضي خلاص، انا مش هقدر اتاكد من صحه هذه المعلومات، هي اتجمعت في الماضي وانا بس بعمل ايه، يعني بعمل ريفيو لفايلز اوريدي عندي او معلومات اوريدي متسجله عندي على داتابيز. اوكي، فدي بنسميها كيس كنترول ستادي. طيب في حد تاني قال لك لا انا هعمل كروس سيكشنال ستادي، والكروس سيكشنال ستادي تهتم بالبريزنت، بالكرنت سيتويشن، بالوضع الحالي. اوكي، ده انا هعمل ايه بقى؟ هنزل اعمل سكريننج على المستشفيات او على المراكز او على العيادات، واشوف في كم واحد بياخد لازكس، واشوف في كم واحد دلوقتي عنده بليدنج، كم واحد بياخد لازكس النهارده وكم واحد عنده بليدنج النهارده من اللي بياخدوا لازكس. دي اسمها كروس سيكشنال ستادي، او بيسموها ساعات سناب شوت ستادي، لان انت نزلت وشفت الموضوع الوضع الحالي الكرنت سيتويشن في الحاضر. طب الدراسه دي تستغرق منك قد ايه؟ تستغرق مثلا يوم او اتنين سناب شوت، يعني في الوقت الحالي ماكسيمم اسبوع يعني بالكتير قوي. لفيت على المكان خدت سامبل مثلا 300 400 بيشنت، خلصت الموضوع بتاعي، دي اسمها سناب شوت ستادي او كروس سيكشنال ستادي. من ضمن الاكزامبلز للكروس سيكشنال ستادي السيرفيز بكل انواعها، كل السيرفيز بكل انواعها زي السيرفي اللي احنا هنشتغله او اي سيرفي في الدنيا اسمه كروس سيكشنال ستادي، لانك بتعمل يعني الوضع، بتشوف الوضع الحالي، بتعمل ايفالويشن او اسسمنت او اكزامينشن او اكسبلوريشن للوضع الحالي للكرنت سيتويشن، وبالتالي بتسمى كروس سيكشنال ستادي. بما ان انا مش هقدر اشتغل على يعني على البوبيوليشن كلها او على الجمهوريه كلها، فانا بشتغل على سامبل حاجه صغيره كده على قد 100 200 بيشنت. اوكي، فدي بنسميها كروس سيكشنال ستادي. طيب في حد بقى قال لك لا انا هعمل ستادي ديزاين مختلف، انا هشوف كم واحد بياخد لازكس وهتابعهم في المستقبل، هتنيني متابعه واشوف كم واحد من اللي بياخدوا لازكس هيحصل عنده بليدنج. طالما في فيوتشر، طالما في بروسبكتيف، طالما في فولو اب، ان انا بتابع الناس لفتره من الزمن، بتابعهم 6 شهور، بتابعهم سنه، بتابعهم سنتين او وات ايفر، دي بنسميها كوهورت ستادي. بالمناسبه في كوهورت ستادي مشهوره جدا على مستوى العالم اسمها فرامنجهام. فرامنجهام ستادي بقى لها 30 سنه شغاله، كوهورت عمالين يخلصوا فيها شويه شويه، دي اللي بتدرس حاجه اسمها الكارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، مشهورة جدا، والراجل اللي صاحبها خد جايزة نوبل في الموضوع ده، بقى لها 30 سنة كوهورت ستادي. تمام، في رسائل ماجستير كتير ورسائل دكتوراه تلاقيها ايه كوهورت ستادي 6 شهور، كوهورت ستادي سنة. طبعا ما هو مش معقول الراجل على ما ياخد دكتوراه هيقعد 30 سنة يعمل بحث،
وعلى ما ياخد ماجستير يقعد 10 سنين، فبالتالي بيبقى ايه فترة قصيرة 6 شهور او سنة ولا حاجة، بيتابع ناس لفترة معينة وبيقيس عندهم بارامترز معينة. طيب يبقى هنا احنا اتكلمنا على كيس كنترول وكروس سيكشنال وكوهورت ستاديز. يتميز كل الستادي ديزاينز اللي احنا اتكلمنا عليهم ان ما فيهمش انترفينشن. يعني ايه ما فيهمش انترفينشن؟ انا كريسيرشر ما تدخلتش مع الناس بحاجه، انا اي جاست اوبزرف، يعني انا ما عملتش اي حاجه. هل البيشنت اللي في الكيس كنترول، البيشنت اللي كان بياخد من 5 سنين لازكس وانا رحت شفت الفايل بتاعه، هل انا تدخلت معاه بانترفينشن؟ لا، انا بس بصيت على الفايل بتاعه. طيب في الكروس سيكشنال ستادي انا سالت البيشنت سؤالين، قلت له بتاخد لازكس ولا لا، والسؤال الثاني عندك بليدنج ولا لا. اوكي، فهنا برضو انا ده مش انترفينشن، ده يعتبر ان انا ايه جاست اوبزرف، اوبزرفيشنال ستادي. طب في الكوهورت، برضو في الكوهورت ما تدخلتش، انا في الكوهورت جاست ان انا تابعته في المستقبل لحد ما شفت اذا كان هيحصل عنده بليدنج ولا مش هيحصل. دي اسمها كوهورت ستادي. اوكي، يبقى العامل المشترك ما بينهم كلهم ان انا ما تدخلتش، جاست ان انا اوبزرف. طيب امال ايه هو الاكسبيريمنتال ستادي؟ اكسبيريمنتال ستادي معناها ان انا هجيب ناس واروح اشتري لازكس واديه لهم، اوكي، واتابعهم لحد ما يحصل عندهم بليدنج، اشوف هيحصل بليدنج ولا لا. دي اسمها راندمايزد كنترولد ترايل. انا هنا اللي عملت الانترفنشن. هتقول لي طب ما ده يعتبر كورت، اقول لك لا، في الكورت هو كان بياخد اللازكس اندبندنتلي، هو اصلا مكتوب له لازكس موصوف له بريسكرايبد وبياخده هو اندبندنتلي، لكن انا في الاكسبيرمنتالي انا اللي عملت الانترفنشن، انا قلت له تعال انت مش بتاخد لازكس، خد لازكس، اوكي، حتى لو هو كان هيلثي فولنتير بدي له لازكس وبشوف اذا كان هيحصل عنده بليدنج ولا لا. فده اكسبيرمنتالي بنسميها ان انا تدخلت. تتميز الاكسبيرمنت في ايه؟ ان انا متحكم في كل ظروف التجربه. الراجل ده مش بياخد قرص غير وانا عارف، بياخد الجرعه اللي انا عارفها، بقيس له التحليل في الوقت اللي انا عايزه، بياكل الاكل اللي انا عايزه، انا متحكم في كل ظروف التجربه. الراندمايزد كنترول ترايلز، اكسبيرمنتال ترايلز، انا متحكم في كل الظروف. طيب علشان كده لما بنشوف الكواليتي اوف ايفيدنس هنلاقي الكواليتي اوف ايفيدنس ماشي في الاتجاه ده كده. اقل حاجه في الكواليتي اوف ايفيدنس هي الكيس كنترول ستاتس، يجي بعدها الكروس سكشنال اقوى شويه، يجي بعدها الكوهورت اقوى شويتين، يجي بعدها الموست باورفول ستادي ديزاين هو الراندمايزد كنترول ترايل. اوكي، سو الراندمايزد كنترول ترايل، لكن طبعا الراندمايزد كنترول ترايلز دي عايزه معاهد وجامعات وابحاث ومصاريف، وعايزه لابوراتوري تيست، وعايزه طبعا بادجت، وعايزه حاجات كتير. اوكي، فالار سي تيز تعتبر هي الموست باورفول او الموست روبست ستادي ديزاين. اوكي، هي اقوى ستادي ديزاين على الاطلاق. احنا فين من كل الكلام ده؟ احنا في الجزئيه دي، احنا في الكروس سيكشنال ستاديز. دي بقى النقطه اللي انا هبدا بيها الكلام بتاعي عن السيرفي، احنا في الكروس سيكشنال ستاديز، تمام، سناب شوت ستادي او الاوبزرفيشنال ستادي، واحنا بنتكلم على السيرفي. طب ايه وظيفه الموضوع ده؟ او ليه يا دكتور اشمعنى اخترت السيرفي؟ اخترته علشان هو سهل، علشان نقدر ننفذه ابليكابل، نقدر نوصل للاكسبل بوبوليشن بمنتهى السهوله، سواء يونيفرسيتي ستودنت او بوست جرادويت ستودنت او كوميونتي فارماسيست او فيزيشنز او وات ايفر، فدول هيبقوا بالنسبه لي اكسبل بوبوليشن. التايم بتاعه شورت، مش هيحتاج مننا وقت كبير، مفيش تكلفه تقريبا، مجرد ان احنا هنعمل ديزاين لسيرفي وان احنا نوزعه، فمفيش تكلفه. الكواليتي اوف ايفيدنس بتاعته على حسب الموضوع بتاعنا، اخترنا موضوع كويس، عملنا اوبجكتيفز كويسه، عملنا ديزاين لكويشنير كويس، هنقدر نوصل للاوت كمز اللي احنا عايزينها. اوكي، فلذلك اخترت السيرفي لان هو يعتبر بالنسبه لنا اكسسبل شويه. طيب في نقطه ثانيه مهمه، ان هو ان شاء الله بعد ما كلنا نخلص السيرفيز هتلاقي نفسك يو جيت اكسبوزد تو ساينتفك ريسيرش، انت بدات تبقى يعني تقدر تعرف يعني ايه ريزلتس، يعني ايه اعمل ريبورتنج للريزلتس، يعني ايه اعمل داتا كولكشن، يعني ايه اكتب بيبر، يعني ايه اكتب انترودكشن، يعني ايه بلجاريزم، يعني ايه الريفرنسز بتاعتي اكتبها مظبوط، يعني ايه ما انقلش من حد كوبي وبيست. اوكي، يو جيت اكسبوزد تو تقريبا 90 95% من الكومبوننت بتاعت الساينتفك ريسيرش. سو تقدر تاخد النكست ستيب بسهوله، تقدر انت النهارده
تروح تقدم في جامعات او تروح تقدم في مسابقات بعد كده عالمية، او تروح تقدم في مؤتمر او في اي مكان، تقول لهم يا جماعة انا ناشر بحث قبل كده، انا اشتغلت ساينتفك ريسيرش قبل كده، تمام، انا في عندي يعني ساينتفك ريكورد كويس، اوكي. فتقدر بعد كده انك تاخد نيكست ستيب وتدخل في ستادز اصعب وستادز اكبر، اوكي، على مستوى العالم، تمام. فاحنا عايزين تو جيت اكسبوزد تو ساينتفك ريسيرش راذر ذان ان احنا ده انا عايز اعمل حاجه في البايو تكنولوجي والدي ان ايه والكانسر والستيم سيلز. الكلام ده كله جميل وممتاز ومية مية، ولكن دي النكست ستيب بتاعتنا. عايزين نبدا نعمل حاجه خفيفه تو جيت اكسبوزد، والخطوه اللي جايه بعد كده نبدا نعمل حاجات اصعب من كده. طيب، اول حاجه في السيرفي وي شود ديفاين التارجت بوبيوليشن. اتكلمت على الموضوع ده كتير، مين التارجت بوبيوليشن اللي انا هشتغل عليهم؟ هتشتغل على الادلتس، هتشتغل على public، هتشتغل على university student، هتشتغل على مثلا الفيميلز بس، هتشتغل على الميلز بس، هتشتغل على السموكرز بس، هتشتغل على الدايبيتكس بس، اوكي. دي كلها بوبيوليشن. فانت يو شود ديفاين البوبيوليشن بتاعتك، انت هتشتغل على مين. في حد يقول لك انا عايز اشتغل على اندر جرادويت فارماسي ستودنت، بيرفكت. في حد يقول لك ده انا هشتغل على اندر جرادويت ميديكال ستودنت. كلمة ميديكال دي تشمل طلبة الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري، كل ده داخل معاك في الاندر جراد ميديكال ستودنت، بيرفكت، مفيش مشكلة. في حد يقول لك ده انا هشتغل على البيدياتريكس بس، تمام. كل ده يو شود ديفاين التارجت بوبيوليشن بتاعتك. في حد معانا عامل بحث على الكوميونتي فارماسيست، هيعدي على الصيادلة يسألهم، هو عايز يسأل صيادلة بس، اوكي، بيرفكت، تمام. في حد عايز يوصل مثلا ل فيزيشنز بس، تمام، اتس اوكي. ف يو شود ديفاين اول حاجه التارجت بوبيوليشن. طيب، الداتا كولكشن تول يوجوالي في السيرفي هي بتبقى كويشنير، هو الاستبيان او الاسئله اللي احنا هنسالها. طيب، واحده واحده مع بعض بقى عشان نفهم ازاي هنعمل الكويشنير. الكويشنير بتاعنا او الاستبيان بتاعنا، طبعا هو مفيش قواعد يعني ستاندرد اقول لك 1 2 3 هتعمل كذا، لكن انا حاولت ان انا احط الموضوع في شكل بحيث ان هو يبقى قريب للتطبيق العملي. شوف احنا هنعمل ايه بالظبط. اول ايتم في الكويشنير عاده بيكون انترودكشن، باراجراف كده صغير 4 5 سطور بنعرف فيه نفسنا للي هيعمل الكويشنير ده. بنقول له وي ار كوندكتنج ريسيرش انتايتلد، ونكتب التايتل بتاع الريسيرش بتاعنا، تمام، اندر سوبرفيجن اوف، ونكتب اسم السوبرفايزر بتاعنا. نو بيرسونال داتا ويل بي ريفيلد، ما تقلقش اي اسامي او تاريخ ميلاد او اي معلومات شخصيه عنك ويل نوت بي ريفيلد، مش هيبقى يعني مش هتبقى متاحه. داتا ويل بي يوزد فور ساينتفك ريسيرش بيربوسز اونلي، الموضوع ده او الداتا اللي احنا هنحصل عليها من هذا السيرفي هنستخدمها في البحث العلمي، ليس لها اي جانب تجاري او كوميرشال او اي حاجه، تمام، تستخدم فقط في الساينتفك ريسيرش بيربوسز، تمام. وحاجه ظريفه قوي بنقولها، بنقول في الانترودكشن ده السيرفي ده هياخد منك وقت قد ايه، ودي بتبقى حاجه اتراكتيف بصراحه. يعني لما اقول له هياخد منك 2 مينتس او 3 مينتس، فدي حاجه كانك بتشجعه ان هو ياخد او يبدا يشتغل في السيرفي ده معاك، يجاوب على اسئله. في نقطه مهمه عايز اكد عليها، هنقول عليها برضو قدام مرة تانية، ان الدراسات بتقول ان كل ما كان الكويشنير قصير كل ما كان الريسبونسز بتاعته اكتر، كل ما الناس تحب انها تجاوب عليه، تمام. يعني الانديفيديوالز او البارتيسيبانت اوريدي تند تو ريسبوند تو شورتر كويشنيرز، كل ما كان الكويشنير بتاعك قصير كل ما كانت الريسبونسز بتاعته اكتر، ونسبه الناس اللي توافق انها تشترك معاك وتجاوب على السيرفي بتاعتك بتكون اكتر، اوكي. طيب، تعال نشوف اكزامبل لهذا الانترودكشن. انا حابب اجيب لكم حاجه رياليتي يعني، تمام. وي ار كوندكتنج ا ريسيرش بروجكت انتايتلد كذا 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 اندر سوبرفيجن اوف دكتور فلان، ذا بيربوس اوف ذس كويشنير از تو كذا كذا. ممكن اديله في سطر او في سطرين فكره عن الريسيرش ايديا بتاعتي بتدور حوالين ايه، تمام. Please answer all questions. It will approximately take 2 minutes. هتاخد من وقتك دقيقتين اتنين بس. أنا عارف الناس كلها مشغولة. Please note that enrollment is voluntary. أنت الموضوع بالنسبة لك يعني إرادياً أو optional. أنت حابب تشترك معانا وتجاوب على الكوشنير، أوكي. مش حابب مفيش مشكلة. All applications are anonymous. كل الأبليكيشنز مش هيبقى عليها أي
اي اسامي او اي بيرسونال انفورميشن. This questionnaire is for scientific purposes only. وفي الاخر thank you. دول 3 او 4 سطور بنكتبهم دايما في بداية الكوشنير عشان اللي هيجاوب على هذا الكوشنير يفهم هو بيرد على ايه. تمام؟ طيب، اول جزء دائما دائما وابدا اول جزء من اي كوشنير بيبقى اسمه الديموغرافيك كاركترستكس. في ناس بتسميه ديموغرافيك كاركترستكس، ناس بتسميه ديموغرافيكس، ناس بتسميه ديموغرافيك فاكتورز. المهم ديموغرافيكس دي فيها حاجات كتير قوي، اشهرهم الايدج، سكس، ريزيدنس، تسال الناس انت عمرك قد ايه، جندر، ميل ولا فيميل، ريزيدنس اربن، هل انت عايش في المدينه ولا في الرورال اريا، في الريف او في القريه او حاجه زي كده. ممكن نساله على السوشيو ايكونوميك ستيتس، ممكن نساله على الانكم، مش مشهوره يعني، في اسئله زي دي كده مش مشهوره. اوكي، ممكن نساله على الماريتال ستيتس، ممكن نساله على الاديوكيشن. طيب انا هفترض ان انت بتعمل ريسيرش على الاندر جرادويت فارماسي ستودنت، هل لوجيك انك تسالهم على الانكم؟ لا. هل لوجيك انك تسالهم على الماريتال ستيتس؟ لا برضه. يعني في كم واحد متجوز مثلا في الاندر جرادويت فارماسي ستودنت؟ تلاقي فيه 5 6 في الدفعه ولا حاجه، يعني عدد مش كبير. طيب الاديوكيشن، ما انت عارف الاديوكيشن بتاعهم هم اندر جرادويت، اوكي اندر جرادويت فارماسي ستودنت، فمش منطقي انك تسالهم على الاديوكيشن، انت مثلا هاي سكول ولا يونيفرستي ولا انت ايه الموضوع. اوكي، فسام تايمز ممكن مثلا هتلاقي فيه ابحاث يعني نكتفي بثلاثة اربعة ديموغرافيكس، مش لازم اكتب كل حاجه. اوكي، الانكم بتاعه هو لسه مثلا ما اشتغلش، فما يعني ما فيش انكم ثابت او حاجه زي كده. تمام، فالديموغرافيك كاركترستكس على حسب البحث بتاعه، لكن يوجوالي مثلا الايدج والسكس والريزيدنس دول اساسي هتلاقيهم معايا في اي بحث. طيب سام تايمز ممكن في بعض الديموغرافيكس احطها، زي مثلا عجبني في حد بيسال على اليونيفرستي، انت عامل البحث بتاعك على كل اليونيفرستي ستودنت. تمام، فممكن تساله هو من جامعه ايه، لانك ممكن تلاقي مثلا طلبه جامعه القاهره ليهم اجابات، وطلبه جامعه اسكندريه ليهم اجابات، وطلبه مثلا الجامعات اللي في الابر ايجيبت ليهم اجابات. فيعني ممكن يكون فعلا بتفرق الجامعه، ممكن تفرق. في حد مثلا عجبني حاطط سؤال اليونيفرستي بتاعتك دي برايفت ولا جوفرنمنتال، دي برضو مهم، ممكن تلاقي البرايفت مثلا يونيفرستيز ليهم اجابات، ليهم مثلا ترند معين، وتلاقي الجوفرنمنتال يونيفرستيز ليهم ترند تاني او بيفكروا افكار تانية او ليهم مثلا استخدامات اخرى او حاجات زي كده. اوكي، فعلى حسب الديموغرافيكس بتاعتك. في ناس حطت بروجرام، هل انت كلينيكال بروجرام ولا انت جنرال بروجرام، برضو ده سؤال شفته، كان في حد بعت لي اكزامبل للكوشنير. اتس اوكي، مفيش مشكله، ممكن على حسب البحث بتاعك، ممكن يكون طلبه الكلينيكال ليهم مثلا بيحبوا ستايل معين في التدريس، بيحبوا طريقه معينه، طلبه الجنرال لا مش مهمه بالنسبه لهم كذا، يعني ميبي. طيب لو انا مثلا بعمل بحث على الصيادله، اوكي الناس الجرادويتد، يهمني ان انا اعرف الريزولت اكسبيرينس، انت متخرج من امتى، او انت عدد سنوات الخبره بتاعتك قد ايه. يهمني مثلا لو انا بعمل بحث على فيزيشنز ان انا اعرف التايتل بتاعه، هل انت ريزيدنت ولا هل انت سبيشالست اخصائي ولا انت كونسلتنت مثلا استشاري. اوكي، كل ده تفرق في ريسبونس. تمام، ف سام تايمز في بعض السبيشال ديموغرافيكس هتبقى مهمه على حسب ال يعني زي حسب البوبوليشن اللي انا شغال عليه. تمام، يبقى احنا قلنا لحد دلوقتي في عندي تو سيكشنز، في سيكشن الانترودكشن، في عندي بعد كده سيكشن الديموغرافيكس. المرحله اللي بعد كده هبتدي اسال بقى الكور كويشنز بتاعه البحث بتاعي، الاسئله الرئيسيه اللي انا هسال عليها في هذا البحث اللي بتدور حوالين الاوبجكتيفز بتاعه السيرفي بتاعي. طيب ليه يا دكتور ما سالتش الاسئله كلها على بعضها وليه عملتها سيكشنز؟ ادي اول سؤال، ليه قسمت الجزء اللي بعد كده سيكشنز؟ طيب خليني اقول لك نقطتين. النقطه الاولانيه انك مش لازم تقسمها سيكشنز، يعني موضوع انك تقسم الاسئله سيكشنز ده اوبشنال، او ده يتوقف على السيرفي بتاعك هو بيقيس ايه او نوعيته ايه. طيب الحاجه الثانيه، امتى اقسمها سيكشنز؟ تعال نشوف بقى الموضوع ده. لو انا دلوقتي بعمل سيرفي بشوف مدى الساتسفاكشن
بتاع الستودنتس بعد الكورس، تريننج كورس في زويل سيتي. اوكي، وده على فكرة حاجة مشهورة قوي، وحدة الجودة، وحدة الكواليتي في الكليات عندكم، هتلاقي بيعملوا أبحاث كتير زي دي، إن هو يشوف مدى رضا الطلاب عن التدريس والكلام. طيب، هتلاقي في جزء من الكويشنير أو جزء من السيرفي، استبيان اللي هو بيشوف مدى رضا الطلب عن التريننج كورس ده، بيسأل عن مثلا هل القاعات كانت كويسة، هل كانت القاعة كانت مريحة، هل مثلا الصوت والبروجيكتور والكلام ده كان كويس، تمام، هل مثلا التيتشنج ماتيريالز اللي بيستخدموها كانت كويسة، طب مثلا هل الانفايرومنت، هل كان في مشكلة مثلا في المواصلات او في الوصول للجامعة او في مشاكل زي كده. ده هتلاقي ده سيكشن. هتلاقي في سيكشن تاني، طيب اخبار الساينتفك كونتنت ايه، هل الساينتفك كونتنت كان جديد وابديتد، هل مثلا هل انت راضي عن الشرح بتاع المحاضرين، هل وقت المحاضرة كان كفاية، هل كان في اسسمنت، هل المحاضرين بيجاوبوا على الأسئلة. طيب الجزء ده بيقيم مين؟ بيقيم المحاضرين، والجزء ده بيقيم القاعات او التيتشنج انفايرومنت او يعني الجزء الفيزيكال بارت من الكويشنير، تمام. ف ده سيكشن وده سيكشن. ما ينفعش اسالك مثلا هل الساينتفك كونتنت كان كويس وارجع بعدها اسالك هل كان الصوت كان واضح في القاعه ولا لا، تمام. هتلاحظ ان الجروب دي من الاسئله، مجموعه الاسئله دي واخده يعني كلر او واخده طابع منفصل. دي اسئله بتسال عن القاعه وعن الجو وعن الوصول للكليه والكلام ده، ودي اسئله بتقيم المحاضر والماده العلميه والباوربوينت والكلام ده. اوكي، فده معنى كلمه سيكشنز. شوف، خد بالك انا عندي يعني التايتل حاجه واحده، ساتسفاكشن، مدى رضا الطلبه عن التريننج كورس، لكن ممكن داخل الكوشنير نفسه يبقى فيه سيكشنز مختلفه، تمام. طيب خلينا نشوف مثلا حد عامل كوشنير عن علاقه السموكينج بالانكزايتي والديبريشن. اوكي، ده هيسأل مجموعة أسئلة في الأول، أنت بتدخن مثلا ولا مش بتدخن، بتدخن أي نوع، هل بتدخن إلكترونيك سيجارت ولا ريجولر سيجارتس ولا كذا، هل أنت مثلا بتشرب الفريكوانسي بتاعك كام سيجارة في اليوم أو كام باك بير داي وهكذا. أوكي، وبعد كده هيبقى في سيكشن يقيم الأنكزايتي، أسئلة بتقيم الأنكزايتي، وبعد كده سيكشن أسئلة بتقيم الدبريشن، تمام. يبقى انا هنا قسمت الكوشنير بتاعي لسيكشنز ديبندنت على الاوبجكتيفز او ديبندنت على الاوبجكتيفز بتاعت السيرفي بتاعتي. خد بالك هو التارجت كله في الموضوع ان انا اكفر الاوبجكتيفز اللي انا عملتها. فيري فيري امبورتنت الاوبجكتيفز بتاعت البحث، فيري امبورتنت، لان دي اللي البحث هيرد عليها، تمام. يعني لما تيجي تكتب اوبجكتيفز خد بالك ده، ودي نصيحة عامة ليك في السيرفي ده او عموما في اي بيبر بعد كده او في اي ساينتفك ريسيرش، لما تكتب الاوبجكتيفز خليك حريص جدا. اوعى تقول انا هكتب اوبجكتيفز كتير عشان يبقى البحث بتاعي كبير، لا، ده انت كده بتورط نفسك. اكتب الاوبجكتيفز للبحث بتاعك، الريزلتس بتاعت البحث بتاعك هتقدر ترد عليها، تمام. يعني كل كلمه هتكتبها في الاوبجكتيف لازم هترد عليها في الريزلتس، فلا يعني تيك كير دائما في موضوع الاوبجكتيفز ده. طيب دي السكشنز بتاعتي اللي هنحط فيها الأسئلة اللي هنسألها في الكويشنير. تعال نتكلم بقى على الأسئلة نفسها، يا ترى الأسئلة نفسها ليها شروط؟ تعال نشوف. أول حاجة، لانجوج بتاعت الأسئلة لازم تكون بلانجوج مناسبة للناس اللي أنا هكلمها. يعني لو أنت مثلا عامل بحث على الكوميونيتي فارماسيست أو على فيزيشن، ممكن تعمل البحث كله بالإنجلش، مفيش مشكلة، هو يعني الدكتور أو الصيدلي اللي هيقرأ الأسئلة هو فاهم، أوكي، بطبيعة الحال يعني. طيب، لكن لو أنا بعمل البحث بتاعي على البابليك في مصر مثلا، لازم أكتب البحث بتاعي بلانجوج مناسبة للبابليك، باللغة العربية، ومش باللغة العربية الفصحى حتى، لا، بلغة عربية تكون مناسبة مفهومة للناس اللي هتقرأ السيرفي، لازم يبقى easy to understand. طيب الحاجة التانية، keep it short، خلي السؤال نفسه قصير.
يعني برضو على فكرة زي ما الدراسات بتقول ان كل ما كان الكويشنير شورت وكل ما الناس بترد عليه اكتر، كل ما كان السؤال نفسه سؤال قصير كل ما الناس بترد عليه اكتر او كل ما كانت الريسبونسز عليه اعلى. زي ما اتفقنا لازم يكون easy to understand، هنشوف مثال دلوقتي للموضوع ده. لازم يكون في free answers ودي هنفهمها برضو، هنشوف المثال فهنفهم. وفي ثلاث انواع عندي من الاسئله: structured unstructured وسيمي structured. كل ده هنفهمه في المثال اللي هنشوفه دلوقتي. طيب ده جزء من سيرفي اتعمل على النيوتريشنال سبلمنت، تعالوا نشوف الجزء ده. In your opinion, do the nutritional supplement have any pharmacological activity؟ انت بتسأل الشخص البابليك، بتسأله في رأيك هل النيوتريشنال سبلمنت دي ليها اي تأثير علاجي؟ تمام؟ Yes or no or not sure. الشكل ده من الأسئلة اللي الإجابات بتاعته yes أو no، وعادة لازم بنحط معاها not sure أو sometimes، يعني لازم بنحط هنا إجابة اللي هي gray اللي هي بين البنين، تمام؟ دي بنسميها structured، اللي هي بنسميها بلغة أخرى closed ended questions. أوكي؟ الأسئلة الـ closed ended اللي هي yes or no type of questions، تمام؟ دي بنسميها structured أو الإجابة بتاعتها معروفة. طيب have you experienced any side effect after using the nutritional supplement yes أو no؟ السؤال ده ناقصه إيه؟ ناقصه ان هو يحط لي اوبشن هنا sometimes. هو السؤال ده كده ماشي اوكي، هو سؤال كويس، لكن فاضل له جزئيه ان هو يحط لي هنا sometimes، وده برضو من النوع الاستراكشر. طيب قبل ما نشوف النوع اللي هو سيمي structured، خلينا نترجم الجزئيه دي لو انا هوجه السؤال ده او هوجه السيرفي ده للبابليك. تمام؟ في رايك هل مثلا المكملات الغذائية ليها تأثير دوائي؟ ليها تأثير فارماكولوجي؟ ايه رأيك في كلمة دوائي وفي كلمة فارماكولوجي؟ لا، كلمة صعبة الفهم. ممكن الرجل اللي بيقرأ الموضوع ده، حد بابليك، حد مش ميديكال، يقرأ كلمة تأثير فارماكولوجي ما يفهمهاش، يقرأ كلمة تأثير دوائي ما يفهمهاش. لكن لما اقول له هل ليها تأثير علاجي او هل بتعالج امراض معينة، اوكي، ممكن يفهمها. يبقى انا هنا لازم حتى لما ترجم، انا حتى عندي في الترجمه في اللغه العربيه في عندي يعني اكتر من اسلوب، فلازم الاسلوب بتاعي يبقى بسيط على حسب البوبوليشن اللي انا بوجه لها السؤال. ما اقولوش تاثير فارماكولوجي، ما ترجمهاش بالعربي تاثير فارماكولوجي، اترجمها بالعربي تاثير علاجي او بيعالج بعض الامراض وهكذا. طيب تعال نشوف سيمي ستراكتشرد. الامثله دي امثله سيمي ستراكتشرد كويتشنز، اللي هي أسئلة ليها اختيارات، لكن أنا ما أقدرش إن أنا أحط كل الاختيارات اللي في الدنيا. يعني لو أنت، هو بيقول له إف يس، لو أنت حصل لك سايد إفكت من استخدام نيوتريشنال سبلمنت، إيه هي السايد إفكت اللي أنت شفتها؟ هل كانت نوجيا فوميتنج؟ هل كانت أبدومينال بين؟ هل كانت هيدك؟ هل كانت سويتنج بالبيتيشن هايبر سنسيتيفيتي؟ ولا كانت أذرز؟ ليه أذرز؟ ما أنا مش هقدر أحط لستة فيها كل السايد إفكت اللي في الدنيا. وارد ان هو يكون جاله حاجة انا مش حاططها في الاختيارات. اوكي؟ فدي نقطة مهمة. افرض جاله مثلا راشز، تمام؟ افرض مثلا جاله اي حاجة، مثلا سلايفيشن، يعني وات ايفر، دراي ماوس، انت ما انتش حاطط في الاختيارات دراي ماوس. اوكي؟ فهو لازم هنا انت بتديله فرصة ان هو يقول ايه الحاجة اللي هو ما حصلش. فلو السؤال بتاعي فيه اكتر من اختيار او فيه اذرز، ده بنسميه السيمي ستراكتشرد كويشنز. طيب ده برضو اكزامبل للسيمي ستراكشرد كويشنز. انت بتحصل منين على المعلومه عن او البريسكريبشن بتاعت النيوتريشنال سبلمنت؟ هل بتحصل عليها من الفيزيشن ولا من الفارماسيست ولا من الدايتيشن ولا من الهيربالست ولا منين؟ اوكي، ممكن يكون هو بيحصل عليها من مصدر تاني. تمام؟ يقول لك بحصل عليها من كتب. يا سيدي انا جايب كتب، انا بشوف جرايد مثلا، بقراها في جرايد ولا بقراها في اي حاجه. اوكي، ممكن يكون في عنده اذر سورس، فلازم تديله فرصه ان هو يقول ايه السورس ده. ده معنى كلمه فري انسرز. اوكي، لما كنا قلنا هنا ان الاجابات بتاعتي لازم تكون كومبريهنسيف ولازم تكون فري، انها تديله الفرصه ان هو يجاوب اي اجابه على دماغه. اوكي، مش لازم ان هو يكون مرتبط بالاجابات اللي انا حاططها له. طيب
دي كده اكزامبل للسيمي ستراكشرد ودي اكزامبل للستراكشرد. بشكل عام في الميديكال فيلد بنميل لاستخدام الستراكشرد كويشنز والسيمي ستراكشرد كويشنز. الانستراكشرد بقى، الانستراكشرد هي السؤال اللي الاجابه بتاعته مفتوحه تماما. اوكي، يعني انا ممكن اسال السؤال ده على فكره وما احطش اي اختيارات، ملوش اختيارات، سؤال ملوش اختيارات، اجابته هتبقى عباره عن تكست. هقول له مثلا، بسال صيدلي بقول له انت ناوي تشتغل ايه بعد ما تتخرج، فبقول له يعني انت ايه، قول لي انت حابب تشتغل ايه بعد ما تتخرج، فهو يقعد يحكي بقى، يعني يقعد يقول 3 4 جمل. اوكي، فالاجابه لما بتكون تكست او الاجابه النصيه او الاجابه اللي فيها كلام كتير دي بنسميها unstructured question، ودي عاده بنستخدمها، مش هقول لك مش بنستخدمها، يعني ساعات بنشوف مثلا اكسبيرينس معينه او عايزين نشوف رد فعل الناس لحاجات معينه، فهو مش يعني طبيعي ان انا مش هقدر في الاختيارات اتوقع كل الريسبونسز تبقى شكلها ايه، فبنسيب الاجابه مفتوحه. طيب، زي ما انت مثلا يجي يقول لك في نهايه الاستبيان هل في عندك تعليق، عايز تضيف حاجه، اوكي، فبيبقى سؤال مفتوح، ده اسمه سؤال انستراكشرد. اوكي، فعاده احنا في الميديكال فيلد بنميل لاستخدام الاستراكشرد والسيمي ستراكشرد كويشنز، وده اللي احنا معظمنا او في السيرفيس بتاعتنا هتبقى معظمها ما بين الاستراكشرد والسيمي ستراكشرد كويشنز. تمام، طيب تعال نشوف بعد كده السيرفي نفسه. السيرفي نفسه ممكن يبقى بيبر بيست، ودي طريقه قديمه شويه لكن ستيل موجوده، يعني موجوده لحد دلوقتي، في ناس اللي هو هيكتب السيرفي بتاعه على الوورد ويطبعه، ويطبعوا ويعملوا ورق متصور، ورق مطبوع. اوكي، البيبر بيزد كويشنيرز زي اللي بيتوزع عليك في اللجنه، يقول لك مثلا شوف رد فعلك عن تقييم الدكاتره وتقييم تقييمك للمناهج وتقييمك لطريقه الشرح، ده اسمه بيبر بيزد. اوكي، زي اللي بيتوزع عليك في المطعم يقول لك ايه رايك في الخدمه بتاعتنا، ده اسمه بيبر بيزد كويشنير. ممكن في التليفون زي مثلا ما فودافون بتكلمك او اي شركه اتصالات بتكلمك تقول لك ايه رايك في خدمه العملاء عندنا والكلام ده، ده اسمه تليفون. اوكي، او ممكن يكون اونلاين، وده الاشهر وده اللي احنا بنميل لاستخدامه دلوقتي نظرا لانتشار السوشيال ميديا والفيسبوك والواتساب والميثودز اوف كوميونيكيشن، بقت سهله جدا ان توصل لاي حد، فالاونلاين فورمز جميله قوي تقدر تعمل من خلالها الكويشنير بتاعك وتظبطه في شكل سيرفي. والاجمل والاجمل بقى ان انت في نهايه الكويشنير بتقدر تجمع الداتا بتاعتك دي على اكسل شيت بمنتهى السهوله، يعني هو فيها اوبشن انها الريسبونسز اللي انت جمعتها تجمعها لك في شكل اكسل شيت. اوكي، فطبعا دي بتبقى ممتازه جدا، بتبقى مهمه جدا. طيب ازاي يا دكتور نعمل جوجل فورمز ونكتب فيها سيرفي او نعملها في شكل سيرفي؟ دي بقى دو ات يور سيلف. اوكي، ده تدخل على اليوتيوب هتلاقي سو ميني فيديوز بتشرح ازاي تعمل السيرفي وازاي تعمل جوجل فورمز، تعملها في شكل سيرفي وتوزعها وتجمع الداتا والكلام ده كله، فده انا هسيبه ليك انت تشوف تعمل فيه. طيب بالنسبه للداتا كولكشن، سام تايمز بتكون سيلف ريبورتد وسام تايمز بتكون انترفيو. يعني ايه سيلف ريبورتد؟ يعني انا هوزع الكويشنير على الناس، سواء وزعته عن طريق الايميل، سواء وزعته عن طريق الواتساب، وزعته عن طريق فيسبوك جروبس او وات ايفر، وزعته باي طريقه والناس هي اللي بتجاوب، ده اسمه سيلف ريبورتد. لكن انترفيو، انا بقى هنا انا اللي ماسك الكويشنير في ايديا وبساله الاسئله وهو بيرد عليا، ده اسمه انترفيو. اوكي، فده بينفع في حالات وده بينفع في حالات تانية وهكذا. اوكي، يعني في حالات مثلا يعتبر ان السيلف ريبورت ده حاجه كويسه لانك مديله الفرصه او الحريه ان هو يجاوب بشكل اندبندنت، مش انت مش قاعد له على الاجابات. اوكي، في حد تاني يقول لك لا ان ده لازم يكون انترفيو لان انا محتاج ان انا اعرف الاجابات دي بشكل معين، مثلا في بعض الامراض النفسيه والحاجات دي لازم يكون انترفيو. اوكي، فعلى حسب الطريقه بتاعتك. طيب طريقه توزيع الاستبيان، في ناس بتوزعه بالتليفون، في ناس كانت بتوزع، كان في زمان استبيانات بتتوزع بالبريد، ده الكلام ده كان في الثمانينات بقى والسبعينات والحاجات دي. دلوقتي يعني معظم انت بعد ما بتخلص الجوجل فورم، بعد ما بتعمل السيرفي بيطلع لك اوبشن انك تاخد لينك لهذا السيرفي، وبتاخد اللينك بتاع الجوجل فورمز دي وتبتدي توزعها على التارجت بوبيوليشن اللي انت منتظر ان هم يردوا على هذا السيرفي.
طيب نيجي لنقطة مهمة جدا، وهجاوب يعني كويس إنها فكرتني بحاجة تانية. سؤال: How many questions؟ كام سؤال لازم أحطه في السيرفي بتاعي؟ كام سؤال وكام سيكشن؟ No standard number. No standard. ممكن تعمل كويشنير يكون جميل جدا جدا وفي 7 أسئلة بس، ما فيهوش سيكشنز، هو كله على بعضه 7 أسئلة مثلا. ده يبقى فيري باورفول كويشنير. في كويشنير تاني يبقى 50 سؤال وكل 10 أسئلة في سيكشن مثلا، تمام. في سؤال، في كويشنير تاني 30 سؤال، في كويشنير 20، تمام. فاحنا خلينا تو اجري على رقم يوجوالي دايما ما بين العشرة والعشرين، يعني خلينا ماكسيمم ما نزودش عن 20 سؤال، وخلينا ما نقلش عن 10 طبعا، يعني خلينا بين العشرة والعشرين. اوكي، ده العدد المتفق عليه من الكوتشنز. اوكي، وزي ما احنا اتفقنا كل ما هيبقى قصير كل ما يبقى ايه، يعني كل ما الناس تجاوب عليه اكتر. طيب في بقى نقطة مهمة، هاو ماتش ريسبونسز يا دكتور؟ امتى هتقول لنا يعني ريسبونسز كده العدد وصلنا عدد ريسبونسز كويس وكده تمام وكده 100 100؟ اولا كل ما كانت عدد الريسبونسز بتاعتك كويسه وكل ما كان العدد كبير، كل ما دي كانت حاجه كويسه. كل ما كانت الريسبونسز اكبر كل ما يبقى البحث بتاعنا اقوى، وكل ما كانت الريزلتس بتاعتنا اقوى ونقدر نعتمد عليها اكتر ونقدر ننشر في جورنالز اكبر طالما عندي ريسبونسز كتير. فا as much as you can، طالما تقدر تجمع ريسبونسز جمع. لكن الناس اللي هتعمل سيرفي على البابليك اقل حاجه 132 ريسبونس، ما تقليش عن 132، 150 ماشي، 200 ماشي، 300 400 معاك مفيش مشكله، لكن ما تجيبليش اقل من 130 ريسبونس. طيب الناس اللي هتشتغل على سبيشال بوبيوليشن، يعني الناس اللي هتقول لك انا هشتغل على الاندر جرادويت فارماسي، الناس اللي تقول لك انا هشتغل على الكوميونتي فارماسيست، الناس اللي تقول لك انا هشتغل على الفيزيشنز، الناس اللي هتشتغل على سبيشال بوبيوليشن اتليست 66 ريسبونس. اوكي، 70 80 100 200 ماشي، لكن اقل حاجه 66 ريسبونس. اوكي، ده كل اللي انا كنت عايز اقوله في الجزئيه دي. اتمنى بعد هذا الفيديو تكون الدنيا واضحه. خد المعلومات كلها اللي اتقالت في الفيديو ده، ابدا اعمل ليتريتشر سيرش، ابدا شوف سيميلر ستادز، ابدا شوف سيميلر كويشنيرز، ابدا شوف كويشنيرز حتى لو مش ريليتد للتوبك بتاعك. كويشنير يعني ايه كلمه كويشنير اصلا؟ وشوف ناس عامله ديزاين لكويشنير ازاي، وابتدي بعد كده شوف كويشنيرز تكون ريليتد للتوبك بتاعك او قريبه منها، وابتدي خد معلومه من هنا ومعلومه من هنا، واعمل برين ستورمنج مع زمايلك. خطوه البرين ستورمنج يا جماعه فيري فيري امبورتنت، بتفتح مواضيع واحنا دماغنا مختلفه، كل واحد فينا هتلاقي فيه عنده فكره وهتلاقي فيه عنده راي، فخطوه البرين ستورمنج فيري فيري امبورتنت، تمام. فبعد الفيديو ده ان شاء الله مع شويه ليتريتشر سيرش تبدا تقدر تشتغل اكشوالي في الاستادي بتاعتك. اوكي، بتمنى لكم جميعا التوفيق وحظ سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.